السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسوان لعب ماتش كبير، مش عشان هم حلوين، لا، لاننا احنا اللي وحشين. لعيبه الزمالك النهارده بسم الله ما شاء الله عملت كل حاجه في الكوره عشان تخسر من اسوان، بس ربنا ما وفقهمش. الزمالك يصعد لنهائي البطوله المفضله له بالفوز على اسوان 2-1 بهدفي علاء واوباما بعد تاخر في البدايه بهدف محمد جدو. اما حاتم بطيشه معلق اللقاء فده زملكاوي صرف، ناقص يقول للحكم ما تحسبهاش يا كابتن وليك عشوه عندي. اما محمد يوسف حكم اللقاء فده ضعيف الشخصيه ولا يصلح. كره الدقيقه 82 على محمد اشرف روعه، ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس. الحمد لله انك ما حسبتهاش، بس الغريب انك خفت تحسبها. اما عواد، لا شيء اسمى ولا اعمق من الامام بموهبتك يا عواد، ده مش وليد الصدفه، حصلت امام المصري البورسعيدي واتصديت لركلتين جزاء وقتها خدنا الدوري، فيا رب تكون بشرة خير. اما بين قلبي الغريب ان ادائك عظمه على عظمه و10 على 10 النهارده، فده يقلقني لانك مبسوط. اما زيزو فده رئيس قسم السعاده والمرح في قلوب كل الزملكاويه، احمد فتوح لاعب في دماغه كوره، بيلعب السهل الممتنع، لاعب ملعب خماسي ومش لبينه تسعه وفصلته مش موجوده في بنك الدم الاقليمي. اما المسلوسي قعد فترات طويله يلعب باك يمين، عمري ما شفت له عرضيه حلوه. حازم امام لعب شوط اول بكل ماتشات المسلوسي، بس مشكلته انه كتير الاصابات. اما الزمالك صعد لنهائي الكاس بتاع السنه اللي فاتت وهيلعب يوم 13/6 مع الداخليه في الكاس الجديد، هنيئا لنا باتحاد الكوره.